حضرت. جميل خالد جلال، بنرحب بيك في مبارتي. تعيشي، اهلا بيكم، منورين. طبعا في خطاب النهارده لمهرجان المسرح القومي، عايزين نعرف ازاي كانوا بيقيموا العروض اللي موجوده داخل المهرجان. في لجنه تحكيم طبعا بقياده الاستاذه ابو العلا السلموني، ده واحد من اهم كتاب المسرح في الوطن العربي يعني، وكان فيها الاستاذه فدوس عبد الحميد ومجموعه رائعه من فريق عمل يعني، وكان في لجنه ثانيه للنقاد الشباب عملت نتيجه ثانيه، وفي لجنه كانت بتجمع اراء الجمهور عشان تعمل النتيجه الثالثه بتاع راي الجمهور. فاللجنه الكبيره زي ما انت شفتي عملت نتائج مذهله، وناس كتير منهم كسبوا جوائز يستحقوها بشده يعني. نتائج مرضيه لحضرتك برضو اكتر من انا كنت مستمتع بالنتائج اللي حصلت النهارده. تنصح بايه للشباب المبدع الجديد اللي جاي ان شاء الله؟ انصحهم ان هم في اي مسابقه يعرفوا ان ده راي هؤلاء العشر اشخاص اللجنه في مجمل العروض دي، ده مش راي نهائي، وممكن 10 تانيين يحطوا نتيجه تانيه خالص. فبالتالي الانفعال لانه انت ما خدتش جايزه او لانه ده شيء مش ايجابي، لانه انت 10 اخرين وارد جدا ان يقدروا عرضك بشكل مختلف ويكون وجهه نظرهم فنيه مختلفه. فاحنا بنعمل فن مش علشان الجوائز، احنا بنعمل فن علشان يعني الابداع والاستمرار. طبعا الجائزه مفيده نفسيا للناس، لكن ايضا هي مش نهايه الكون ان انا ما كسبتش جائزه ابدا. طب خالد جلال ان شاء الله يقدم لنا ايه قريب باذن الله؟ عندي عرض بتاع تخرج الدفعه الثالثه، ده هيتعمل كمان 10 ايام تقريبا، وهو ده باذن الله العرض اللي هيتعمل. رب دايما في تالق ونجاح باذن الله. تعيش تعيش. حضرت اقوى موقع فني في مصر.